السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ شباب فيد اليوم متفقد العشاش. شوف يا عم، من بيضات هون بيضات. راح نبدي بني مبينات مالي ما فيه لحفوش، بس هداك لما ما تبيعش، هذا بيعش. ها خلنا نشوف. يعني مكملات العش، ما باقي شيء، بيض ان شاء الله. هذا هم كامل العش، مكملات العشاش، بس بعد ما بيضات. هذا بعده لاني ما بيهن. هذا بيعيش، خلينا نشوفه. ما شاء الله هذا بيه بيض. يا هذا بعد ما بي. وهذا العيش ما الملا ما في عيش للأسف، ما بي باب. بابا هناك صغير وهي حتى لو فتحه ما يبين. سكوا لامات بالعشاش هواي. هذا الحلات ما تروح منها يفتح من فوق. شوية قويات. أعتقد الجاور هذني. الفندس ما يكبر هيش مكان، يعني مكان كبير. هذا هم ما بي شي، بس لما تعيش هذا سهل نشوفه. شباب هذا العيش هم لما تبي حتى الباب شداته منه. اعتقد بي بيض ما يبين كل شيء. نظل العشاش شوية صعبات أن تفقد العشاش الأفراخ. خلنا نشوف البقية. شباب هذا العيش أم لا مات بيه. الفنجس يلم أكثر من عشرين، يعني ثلاثة يلا يستقر بعش. هذا أعتقد بي بيض، ما شاء الله بي بيضة وحدها. هذا بعد هنتوه اللامات بي. أغلب العشاش توهن، يعني باديات يلمن عشاش. هذا مال سوبر جامبو هذا العش. ده أشوف أكثر شيء ترددا بي السوبر جامبو، اثنينات نفحل، اثنينات نفحل ده يترددا على هذا العش. من بعده هذا لما ما تبي. قلت لكم اغلب العشاش هسه عشيه تقريبا او ثلاثه بيهم بيض، والباقي بعدهم. وهذا موسمهن، وبعد ما مخرات على المحمية أراد لهم فترة يستقرن. يبدأ إن شاء الله يبتدر.
احنا اكثر شيء اللي نريده انه ياخذ على جو المحميه. الانتاج هذا رزق. والطير الكناري ازلناها مثل ما شفتوا اطراحها ماتن، والبيض ما ملقع فعزلتها. خليها فترة، هسه الفحل يعني قام يغرد، خليها فترة يعني اسبوع 10 ايام ونرجعها ويا الفحل. يا اما نهد الفحل هنا، شوفوا انتو شو تردون، حط الفحل هنا وياها ونرجعها بالقناة. ما شاء الله هذا بدا يعني اليوم لاحظت التغريدة حلو، التغريد ماله يعني قريب ان شاء الله يقوى، يوم عن يوم بيقوى التغريد ماله.